الحمد لله. انت ايش شايفه؟ لا بس قلت يمكن تعبانه شويه ولا صار لي كم يوم حتى ما قادره اجلس معه. قيصر كثير مشغول هذه الفتره لدرجه انه يجيب شغله مع البيت، بس انا بخبره انك سالتي عنه. لا يعني لازم تذكريه بامه يا ماجده؟ لا والله عمتي ما قصدت، بس ليش جالسه اضحك على نفسي؟ قيصر خلاص التهب حياته وشغله، وبعد فترة بيلتهي بأولاده. هذا اللي لازم أعرفه. كنت أدور عليك، ما خليت مكان تحبه وما رحت له حتى عند العم قاسم. والدكتور خالد ما يعرف عنك أي شيء من لما تخرج، ولا وتلفونك دائما مغلق. أنت بعدك زعلان مني؟ أنا أعرف إن إحنا ما نقدر نزعل من بعض، وأعرف أكثر إنك أنت تعبان نفسيا لأنك زعلان من العم ماجد. تلومني إذا زعلت بعد اللي سمعته منه؟ إذا هو نفسه ما يقدر يلومك. هو اللي قالك تدور علي؟ من غير ما يقول لي. أنت ليش ما أعطيته فرصة؟ على الأقل يشرح لك الأسباب اللي خلتني أخبي عنك الحقيقة. وهذا ايش بيغير من السالفه كلها يا سعد؟ ايش بيضيف؟ يكون زايد ابوي او لا؟ كنت اتمنى انه يقول لك الحقيقه من زمان. حتى ولو قال الحقيقه وانا صغير، ايش من الظروف اللي خلت زايد يتركني؟ هذا اذا كان يعرف اني ولده بعد. يا عمري ما واجهتني حيرة مثل هذه المرة. سعد بإيش تنصحني؟ أنصحك بإنك تخليك في إجازتك، لأن حيرتك هذه بتأثر على تركيزك في عملك يا دكتور. معك حق، حياتي كلها ووضعي بسبب حيرة. حرام أضيع حياة إنسان بحيرتي. قول يا الله. يا الله. إنسان ضعفه وقوته، إنسان ذل وعزته. أدريني يا الغالي، بس الشغل ما أخذ كل وقت. زين إنك تذكرتني، ولا يمكن حرمتك هي اللي ذكرتك بأمك، ولا أنا ما أمك؟ أم وعزيزة وغالي. ما حد سأل عني، ما حد سأل عني في هالبيت، حتى أبوك ما يتحمل مني كلمة واحدة، صايرة وكأني واحدة من الجيران. طيب هذا نحلك، انت امري، ايش بغيتي تعرفي؟ وبتخبرني؟ اذا كنت اعرف بخبرك. هذا انت من بدايتها وبديت تتعير. والله السالفه ما عيار، بس انت سالي اللي تريدي. اقول حبيبي قيصر، ما عرفت ايش ناويين يسوون في موضوع عمك ماجد؟ صدقيني يا امي، انا وماجده نحاول نبعد انفسنا عن هذا الموضوع. هم اخوان يتصرفوا مع بعض. يا الغشيم لا تقول ذا الكلام، بالنهايه انتوا الورثه. الله يكون في عوننا من هذا الورث اللي بناخذه منكم. يعني ايش؟ انا ما فاهمه امي. الله يخليك،
خلينا من هذه السالفة اللي نحن من الأساس ما فاهمين منها شيء، وللأسف ما عندنا غيرها. السلام عليكم. عليكم السلام. أكيد راجع من المستشفى. الله يخليك، غيري ملابسك وتعالي. ولا أقولكم أنا بروح. أنا عندكم. اللي يشوفها أمس غير عن اللي يشوفها اليوم. يضحكني إصرار أمك على الحياة بهذه الطريقة. زين بعدها في أشياء ممكن تضحكنا. قيصر أظن أننا اتفقنا، ما معقولة تتوقف حياتنا وتكون مرهونة على مشاكلهم هم. ما دام أن حياتنا قائمة عليهم فنحن وسط صراعاتهم حتى لو ما بغينا. وين علي وريان؟ علي؟ ريان؟ هلال، هلال انتظر، احنا نتكلم الله يهديك. هلال انا ما ابغى اتكلم معك، هذا وانا موصل لك يا لبهيت. هلال انت قلت مرة انك ما قال السو شيء غلط، قلت انك قال السو الواجب، وانا هذا اللي خبرته اياه مثل ما سمعته منك بالضبط. يعلم الله ان هي هذه الحقيقة. طيب ليش زعلان لانها عرفت؟ أنا ما قصدت تخبرها، بس سيارتك هي اللي فضحتك. هلال هي كذا ولا كذا بتعرف فيه. كلامك صحيح، بتعرف. طيب وش سالفة ماجد؟ العود ما بغيت ترد راسك بفنجان قهوة؟ سالي وعد رد راسها لما شربتها. زيدة شكورك ما رديت علي، كنت أكلمك عن عمران. توكلوا على الله، الولد جالس يكون نفسه وبطريقة صحيحة. أهم شيء هو يكون نفسه، ما يظلم نفوس الثانيين. نظلم من الله يهديك يا العود، احنا نتكلم في شيء وتتكلم شيء ثاني. ما أحسن تيجي تعلميني كيف أتكلم مرة واحدة. لا حاشا لله، ما قصدت يا العود. يا شريفة اللي من أمثال عمران جايوا في النور، ما آدتهم العتمة في شيء ولا باقي الحقد بقلوبهم يأكلهم ويخليهم يأكلوا غيرهم. أنا ما أقول إنه أولاد هذا الزمان من الملائكة، لكن أقول إنهم بعد ما مش شياطين. بصراحة أنا اليوم ما قادر أفهمك يا العود، عن إذنك يا ولد أنا بقول. أول مرة أحس إنك ما راضي عني. المهم إنك تكوني راضي عن نفسك. ما عندي طريقة ثانية أبعد فيها ماجد إلا اللي اتفقنا عليه أنا وإخواني. بعدني أقول ليش فكري. أنت ليش تحاتين رغم كل اللي قتلك عنه، وأنت ما تعرفه لما كان صغير. يكفي إنش أنت تعرفين. يا العود تراني بعد ما قادر أفهم. الميزان يا وعد، الميزان الخير والشر وقلوب الناس في الميزان، لكن أحيانا كفة من تغلب، ويا سبحان الله هذا الشيء بيدين الإنسان. وعلشان تفهميني أكثر شوفي أنت على إيش ناوية. إن شاء الله ما قطعت عليك. أخوش دايما عايش وحيد، بس صدقيني أنا مرتاح لأنك أنت مرتاحة معه. ما قد إنسان
إنسان طيب. حتى أنت يا أخوي. حتى أنا؟ أنا إيش؟ ليش تضحكي؟ سعيدة وفرحانة لأن كل واحد فيكم يمدح الثاني. ماجد يمدحني أنا؟ بصراحة كنا أمس نتكلم عنك وعن الوحدة اللي عايشها، وتعرف إيش قال؟ قال بأن الحاج ما يستاهل إلا وحدة مثل وعد. ما سألتي ليش؟ من غير ليش يا الحاج. أهلا أهلا ماجد أهلا. ها ضيوفك راحوا ولا بعدهم؟ سعد وأبو الفضل ما يعتبروا ضيوف بالنسبة لي يا الحاج، معزتهم من معزتك. أنا بروح بجيب لكم حاجة تشربوها. أسعدني الكلام اللي قلته عني للقيع. أي كلام ما يعطي قدرك الحاج. يكفي أنك بعد الخدمة ما فكرت تسافر بالثلاث شهور ويعني. أنا يا ماجد ما أصبر عن الرطب والقيط. يكفي أنك ما استثمرت أموالك في الخارج. هنا أولى وأطعم يا ماجد. تكفي مشاريعك اللي فاتحة بيوت لناس والأولوية لشبابنا. يكفي. يكفي يا ماجد يكفي. الحمد لله على كل حال. صدقني يا الحاج، أنا ما أقول هذا الكلام إلا لوجه الله، ويعز علي أشوفك في وحدتك هذه. كل شيء مكتوب يا ماجد، كل شيء مكتوب. عسى بس ما فاتني شيء. ما فاتش للخير. مبروك. الحمد لله يا ماجد الحمد لله. لو سمحت ممكن تجلس شوي؟ هذا بس علشان نهار ما يتمرق. نهار؟ هذا اسم ولدنا إن شاء الله. زين، وإذا جت بنت؟ يا حياها الله. بتسميها وعد؟ وعد. أيوة وعد الغالية ما غيرها. الحقيقة جاب لك أخبار بتزعلك. يقدر الله وما يشاء يفعل. هات إيش عندك؟ أخوانك كذبوا الدعوة اللي رفعناها ضدهم بالمحكمة. كذبوها؟ إيش يعني؟ يعني أنكروا حقك بالميراث. على أي أساس إنكارهم؟ إيش حجته؟ بحجة إنك استلمت الميراث ده من زمان. ليش؟ زي ما سمعت من فيهم اللي كذب الدعوة؟ كلهم هم الثلاثة. أنت بخير عمي؟ هم الثلاثة؟ معقول؟ وكأنك ما متوقع منهم هذا؟ من زايد يمكن، وألف يمكن، لكن غشك وعد عمرهم ما كانوا كذلك. عذرا للكلام اللي بقوله لك، لكن تتذكر يا ماجد كيف كنت زمان وحس بقيت كيف؟ عندك حق، الإنسان معرض للتغيير والأكثر من سبب. طيب حس دي عايز تعمل شنو؟ ما خلوه لاختيار ثاني، يجبروني إني أواجههم. يعني عمي أنت بتصرع الدعوة اللي رفعتها ضدهم؟
أكيد. أبو الفضل، إذا قدرت تعمل جلسة معاهم قبل موعد المحكمة يكون زين. كلم زايد وخليه يختار المكان اللي يناسبه. يا ساتر استر، أنا بالذات؟ طمن يا أبو الفضل، زايد ممكن يتعامل مع ألد أعدائه بكل طبيعية حتى يوصل للي يريده. وإذا رفض المقابلة والجلسة، أنت بتعرف وعد. لا تخاف، زايد بيقنعها مثل ما قدر يقنعهم أنهم يكذبوا الدعوة وينكروا حقي. طيب أنا أستأذن منكم. الله معك. سعد، سويت اللي قلت لك عليه؟ توقعتك بتسألني عن نواف. أنا عارف إنه زعلان مني، بس عارف إنك ما بتترك أخوك. ما رديت على سؤالي. هي عمي، أنا شفت أكثر من مكان، بس ترى في النهاية الاختيار لهم هم. هذا الأخبار الطيبة. أنا بعطيهم خبر علشان يستعدوا. هذا خبر فرحنا كثير شاطرات. المفروض يكون لنا بيت بروحنا من زمان. عمي ماجد وصل سعد يمر علينا عشان يشوف البيت. ان شاء الله خير حبيبي، ويا رب يكون بيت عامر بوجودك مع اولادك. هذا البيت ايش انت واولادك، وبيكون باسمك. شداد، انا ما طلبت هذا. انا اللي اريد هذا. أريد أموت وأنا مطمن إنه ما ينقصكم شيء من بعدي. شداد أرجوك، ما له داعي هالكلام. إحنا اتفقنا ما نتكلم بهذه الطريقة. أنا أريد أضمن أيامكم يا رضية. حبيبي شداد، من منا ضامن أيامه؟ كم مرة أقول لك من العمار بيد الله؟ ونعم بالله، بس أنت عارفة أهلنا كيف وأولادي بيلوموني لأني فرطت في حياتي، بس ما أريدهم يلوموني لأني فرطت في حياتهم ومستقبلهم. طيب ممكن نتكلم بدون لهجة الوداع هذه؟ حاضر. ما حرام علي أرمي لهذه الإنسانة وهي بعدها في عز شبابها؟ كيف ممكن تعيش من بعدي؟ كيف؟ أرجوك يا شداد، لا تفكر في شيء. ما أقدر أتصور أنها ممكن تتزوج بعد موتي، بس هذا حقها. لكن أولادي بيكون لهم زوج أم، ويا ترى كيف بيكون؟ أنا إيش سويت بنفسي؟ شد هالكلام كله، ما له داعي. لأول مرة أشوفك تسوي شيء غلط وكأنك سويت الصح. كلكم تلوموني، ما حد دور لي عذر، وأنا أتعذب طول هالسنين بسبب ماجد. ايش تريدني اسوي بعمري؟ اموت؟ ليش تقول هذا الكلام يا واحدة؟ تريدوني اشوفه واتعامل معاه، معناه انكم تطلبوا مني اموت، وانا مستعد اموت ولا اشوفه. لا حول ولا قوة الا بالله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. هذا واحد من اللي يشتغلوا لحسابه طول هذه السنين. هلال؟ أنا ما أشتغل لحساب حد يا أخت وعد. يعلم الله إني ما ضللتك بشيء أو تسببت بخسارتك أو. أنت كذبت علي، وكذبتك صدمتني فيك. كنت أظن إنك تتعامل معاي بطبيعتك الحقيقية. إيش تتوقع مني لما أعرف إنك تمثل علي؟
تنكر علاقتك بماجد؟ وليش انكرها؟ انا ما شفت منها الا كل خير. كم كان يعطيك علشان تترك سيارة الأجرة وتتفرغ للشغلة الثانية؟ ما أدري كنت تراقبني ولا تنقل أخباري حالة ولا إيش؟ كم كان يعطيك تكلم؟ كان يقول لي في كل مرة شكراً يا هلال، أنا مطمن على الغالية لأنك تتعامل معها. صدقيني يا أخت وعد، مع احترامي لأخوانك، بس انتي ما عندك اخ الا ماجد. سيدي دربوا للخيار اما يكون صادق حنون. ما تكلمت ولا كلمه لان ما قال غير الصحيح. هذا كل اللي عرفه، واللي خبرتني يا عمتي وعد اللي اسمها زوينة. إنسانة وقع عليها الظلم بصورة غير طبيعية، وتفاصيل حياتها الباقية ما حد يعرفها. عفوا اعذرني على السؤال يا دكتور نواف، انت ليش تسأل وكيف عرفت عنها؟ بالأول أتمنى أن زيارتي ما أزعجتكم. بالعكس، لا تقول هذا الكلام يا دكتور نواف. صدقني صحيح اني ما اعتذرت لك على اللي حصل ذيك المرة، لكن هذا ما يمنع اني اعترف لك ندمي على تهوري. اللي يقول مثل هذا الكلام ما ممكن يكون متهور ابدا. انت ما بتجوز عن هذا العادة. قصدي بس قصدي اشوف عندكم ضيوف ما شاء الله. اهلين ابو. مساء الخير عمي. ما انت الدكتور اللي كان يعالج راشد؟ هو يا عم زايد. معروف، معروف جدا. قيصر انا استاذن. على وين؟ بعدنا ما كملنا سالفتنا. في وقت اخر ان شاء الله. مع السلامه. تفضل قيصر. على وين بغيتك؟ وصل دكتور الباب جاي. عمي انت وكأنك اول مرة تشوف الدكتور نواف. لأكيد اني اقدر اميز نظرة الكره اللي في عيونه. خير ابوي امرنا. مدام انك انت تعرف ان هذا الدكتور هو الصديق المقرب لماجد، فكيف تتعامل معاه واحنا بيننا وبينه قضية؟ الرجال وصل البيت وما معقول اني اطرده. انت وكأنك نسيت سالفة ابو الفضل. ايش دراك عن سبب وجوده هنا؟ جاي يسأل عن يا عمي. يا عمي انت ليش تظن انه عمي ماجد يسير الكل بإشارة من ايده؟ لاني عارفه زين، لكن ما قلت لي عن ايش هو جاي يسأل. جاي يسأل عن بطني. ماجدة مالك؟ بطني يا قصة. سألني روح الغرفة. يا الله خسي. هذه بلاوي الحمل ولوحة. ما أعرف ليش جاي هذاك الدكتور. والله حبيبي والله ما فيني شيء. ها أنا بس تمارضت قدام عمي زايد علشان لا تخبره عن سبب زيارة الدكتور نواف. تمارضتي؟ علشان هذا السبب؟ زين ليش؟ يعني إيش فيها لو عرف؟ إيش فيها لو عرف؟
انت نسيت اني انا اللي شفت صورة ابوي مع زوينة وبعدين سألت عمتي وعد عنها؟ يعني لو عمي زايد عرف بفضولي كان ممكن يزعل علينا. ايوه 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 معاك حق، لكن الدكتور نواف كيف عرف بسالفته وليش اساسا مهتم في هذه السالفه؟ ما اعرف، بس اكيد عمي ماجد خبره عنها، وهو الحين عرف ايش سوى عمي بزوينه. ما هي هذه القضيه؟ سؤال يقول الدكتور نواف ايش علاقته بينهم؟ حيرتي زادت اكثر من الاول. كيف يقول لي زايد ابوي وزوينة امي وهو كان السالفة اللي سمعتها من قيصر وماجدة تقول ان هو ممكن يكون ابوي؟ لا 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 لا، ما ممكن. اذا ايش ايش؟ انا لازم اتكلم معاه، لازم افهم، لكن اذا سالته فهذا معناه اني جالس ادور على نسبي. وليش اضحك على نفسي؟ تراني بديت فعلا ادور عليه. ولا ليش سالت عن زوينة؟ ماني خلق شيء نواف، اتفقنا نكون هادين. ما قادر، ما قادر. انتوا ليش ما متخيلين النار اللي في داخلي؟ انا جالس ادور على الحقيقة واسعى وراها عند كل واحد مثل العمل. بس الأكيد انه ما الكل يعرف الحقيقة. اللي عرفته منهم وسمعتك اياه كافي يا ماجد. أنا ما أعرف إذا كان يجوز لي أطلب منك تهدأ شوية. بعقلك شوف إذا كان الموضوع يجوز فيه الهدوء أو لا. معك حق، ممكن يكون لا، لكن أيضا لما نسمع سالفة ونصدقها ونبني على أساسها قناعة محدودة فهذا أيضا لا. قصدك تقول إن اللي سمعته ما صحيح؟ طيب، وإذا كان المصدر لعم وعد؟ وعد كانت تشوف الظاهر، كانت تسمع لزايد وراشد، عمرها ما أعطت لنفسها الفرصة أنها تسمعني، ولا حتى أعطتني الفرصة أني أنا أتكلم. أعذرها، يمكن لأن شخصيتك كانت أهلك لكل التهم. هذا صحيح، أنا ما أنكر، لكن بين صدق التهم وكذبها كانت حياتي أنا قائمة. علشان كذا أريدك تهدى شوي وتسمعني، لأني أنا اللي عشت الحقيقة كاملة يا نواف، عشتها مع والدتك ووالدك. رجاء من غير هذه التسمية. أنا أنت ولد زايد، وهذه الحقيقة لازم تصدقها قبل أي حد. وإيش اللي يثبت إنه أبوي؟ ليش ما تكون أنت وتريد؟ يا ريت، يا ريت لو كنت أنا أبوك يا نواف. أنا يشرفني أكون أب لإنسان مثلك، لكن للأسف أنا ما نلت هذا الشرف. بقول لك الحكاية كاملة وانت احكم وانت قرر.
بقولكم إياها علشان تعرفوا. قدرت أقنعه يتزوجها بالسر، لكن بعيد عن الحارة اللي كنا فيها، واتفق هو وياها على الخروج في نفس الليلة يتزوجها بس يهرب معها. خدت ثيابها وراحت للمكان اللي حدده هو. كانت مستعدة الطوع في كل اللي وعدها به. وهو ولأنه ما ناوي الخير بدأ الحسبة من جديد، يقلب الموضوع على هواه ومصلحته. ومثل عادته قال اللهم نفسي وتراجع. من داخلها كانت متشككة فيه وندمانة انها صدقته، بس كانت مثل الغرقان اللي يتعلق بخوصة. المسكينة ما كان حيلتها إلا أنها تنتظر. انتظرت كثير وما جاهد. لما هذه سالفة زايد بن سالم تكلم في الحلة وقدام الناس وقدام أهله لأنها طايرة مع واحد، عقب هذه سالفة من يقول إن زوينة ذيك العاقلة تسوي كذا؟ انت يقول وعدنا إلى الزواج. أنا سمعت إن حيانها متوعدي لها هي وياه، بس عن يكون المسكينة مظلومة. كان لازم أعرف هو إيش بيسوي بعد ما غير رأيه، على إيش بيوزع شيطانه هذه المرة. وفي حضرة الناس ظهر زايد، ظهر وهو يشهر بزوينة بوجود أهلها. قالهم إنها سوت وسوت وإنها الحين هاربة مع واحد. المصيبة إنه وصف لهم مكان قريب من المكان اللي هي فيه. ساعتها أنا تحركت لمكانها. وصلها هذا الخبر لما الناس بدأت تتناقله وما قدرت تتحمل. الرجال اللي جايب لك مربوط هنا. ماجد ايش اللي جابك؟ شفتش غشينا في ذاك المكان؟ جبتش اهلي ايش فكروا اني انا اللي مهربنش؟ أخوك تخلى عني يا ماجد، كان وعدني إنه بيتزوجني. أنا عارف كل شيء، أنت اللي عمية ما تصدقين إلا هو، وهو مفهم إخواني إنه في بيننا شيء. أنا لازم أروح قبل عن يجوا أهلش. أرجوش فهميهم باللي صار. ما أقدر، إيش تريدنا أقولهم؟ كانت تجيب لي الماي والاكل وانا مربوط، اشقع منش. ماجد 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 يا اخوي،
تقدر تساعدني؟ تخيل بس اني وعد، بترضى يصير معها كل هذا؟ انا كل خطأ اني حبيت اخوك. ارجوك ارجوك يا ماجد، باي طريقة ساعدني عليه. لأول مرة أحس بإنسان ما يخصني، ويا سبحان الله في عز حيرتي ولا ما أعرف إيش أسوي. كنت أفكر بواحد يساعدني ويحفظ عني وما ممكن يخوني. خلطة غريبة لكني تمنيتها. ما أدري ساعتها ليش تذكرت مبارك. يمكن كنت أظن في ساعتها أنه بينفذ اللي أريده، لأنه كان يريد رضائي.